الأخبار حول القضية اللي رفعها عدد من جماهير النادي الإفريقي ضد سليم الرياح، وليربحها ربحوها المحامون ذوما في القضية المتعلقة بالصفقة ديارة اللاعب السابق للنادي الإفريقي. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع محامي سليم الرياح الأستاذ نبيل السبعي، موجود معنا بالتليفون. سي نبيل أهلا بك. أهلا بك سلام، وتحية للضيوف نتاعك وتحية لكافة المستمعين. شنو الأمور؟ الحمد لله لاباس، سلام ان شاء الله في خير. سعداء جدا بتدخلك معنا رغم الالتزامات المهنيه نتاعك استاذ، يعطيك الصحه على قبول الدعوه. بارك الله فيك. تفاجئنا شويه الاسبوع الماضي، اعتقدنا انه صفحه سليم الرياح هي ما نقولوش انتهت لكن تسكرت شويه في النادي الافريقي الفتره اللي فاتت، لكن الحكم اللي خرج يبدو انه خلى اسمه يرجع يطفو على السطح من جديد. صحيح اسلام، هو انا عندي تصحيح، القضية ما قاموش بها جماهير النادي الافريقي او البعض منهم، القضية هذه قامت بها النادي الافريقي في مرحلة ما الهيئة المديرة في رئاسة الهيئة التسييرية اللي وقتها على رأسها السي مروان حمودية. واضح، اوكي ممتاز. اذا القضية هذه عرفت يعني العديد من مراحل من البحث للتحقيق، ثم في النهاية فهمت مشات الدائرة متكلفة بالقضايا المالية. والحقيقة هو سليم الرياحي خرج في وقت من الأوقات في فترة مؤخرا وعبر على نيته في العودة لتونس. احنا من ضمن اهتماماتنا يعني للملفات اللي عنده، فما الملف الكبير اللي الناس كل صارت تعرفه فهمتني، اللي هو قضية تبييض الأموال، القضية الكبيرة هذيك فهمتني اللي موجودة واللي صدر فيها حكم غيابي، ثم انضافت لها القضية هذه. احنا على علم بينشير على بينا بالملف هذا، لكن الحقيقة كنا ننتظر ان المحكمة كانت باش تستجيب لطلب الدفاع يعني في التأخير، لان احنا كان باش يجي سليم الرياحي باش يعترض على الحكم الغيابي الاخر وبطبيعة الحال وباش يحضر في القضية هذه وباش يقدم المؤيدات نتاعه، فما رعنا أن المحكمة يعني تمسكت بعدم تأخير ووصلت حكمها بصفة مستعجلة وبصفة الحقيقة غير مفهومة وغير مبرر. صدر الحكم بخمس سنوات سجن وقبول قيام الحق الشخصي يعني لهنا طلبات تعويض، حكمت بتعويض مالي فهمتني قيمته تقريبا فوق 600 ألف دينار، واللي هو معتبر هذاك المبلغ اللي تم معناتها إيداعه في حساب السيد سليم الرياح. أنا باش نذكر شوية اللي القضية هذه متعلقة باللاعب بوبكر ديارا. بوبكر ديارا هذا جاء في الموسم 15-16 تقريبا إذا كان ذكر في باهية، ملعب بعض المقابلات لهنا، هو ناتيف 94، مولود في 94، جاء من وادي دجلة من مصر. لا 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 ولا بعد مشى وادي دجلة من بعد. أوكي، جاء من مازنبي. جاء من مازنبي يعني. أوكي مازنبي هو صغير في السن وقتها 20 21، يعني هو كان حتى مام في الفانتيان وقتها فهمت ما يلعب. الحقيقة الوليد كان مؤهلاته باهية والمقابلات اللي لعبهم كانوا باهين، تبقينا العناية والإحاطة والرعاية به ما كانتش كانت سيئة جدا، ما كانوش باهين يعني برشا المقابلات اللي لعبهم نذكر شوية ما كان ما عطاش إضافة كبيرة، ما عطاش لكن كان ينجم يتحسن، كان ينجم يتحسن. عندنا بعض ولاد اخرين منهم جودال، هذا كان ذكرتوه، جودال دوسول البنين، احنا وقتها فما مجموعه من ولاد الصغار، جودال كان يسكن في البارك في جودال دوسول يعني مشى لفرنسا من بعد لعب في فرنسا. هذا كان يسكن في يعني في مركز كوين غادي. تبقينا ابو بكر ديارا كان متزوج وعنده بنيه وكان يسكن في كراولو دار. الحقيقة وللأمانة أن الموضوع هذا نتذكره بالقداء، اللي دوليد هذا عاش وضعية سيئة ورديئة للغاية، يعني في الكرا كراولو يسكن يبات على جراية، ما عندوش حتى مصروف باش يتنقل في تاكسي، والحال أنه يرى في زملائه معناتها اللي يلعبوا معاه معناتها واحد، والحقيقة حتى الأجرة نتاعه السالير نتاعه وقتها ما كانش معناتها المنح ما كانتش كبيرة، فالوضعية هذه خلاته بطبيعة الحال هذا ماهوش مسؤول عليه رئيس النادي او الهيئه المديره، هذا مسؤول عليه الناس المحيطه بالنادي اللي في علاقه مباشره، يعني نقولوا احنا المدير الرياضي رئيس الفرع المكلفين الكل اداريين المسؤولين على النادي، خاطر الاداره ماهيش هي اللي باش تتكفل يعني بالاقامه وبالسيارات الايجار اذا كان فما
تأجير سيارات ولا يعني الوليد مشى مشى ولكن كان محق في المشي نتاعه لأنه فهمتني كان باش يطلب الفسخ اللي هو فسخ وجوبي بقى فترة كاملة ما خلصش وقتها فإنقاذا للموقف يعني باش الموقف تم إنقاذه كي مشى الواد دجلة بطبيعة الحال دخلوا ولاد الحلال هذوك ما كان الوكلاء اللاعبين فهمتني هزوه حولوا له فهمتني الوجه نتاعه وبطبيعة الحال يعرفوا اللي هم على حق أنه في كل الحالات الفيفا باش تقول له يعني الفسخ مؤقتا هو باش تعطيه يعني الليسونس بروفيزوار هذيك في انتظار البث في موضوع نتاعه وكان باش يطالب النادي الافريقي ببرشا معناتها برشا بمبالغ ماليه اللي هي مستحقاته اللي هي نتاع كامل العقد نذكر وقت العقد على امتد على 3 سنوات في اطار تسويه لان عرفنا اللي الموضوع تخسر لافون ولينا صار تنسيق بطبيعة الحال صار تدخلات من بعض الأطراف صار تنسيق وادي دجلة وقتها عوضت للنادي الإفريقي بطبيعة الحال لأنه هو سو كونترا وباش تربح الوقت وما تقعدش يعني في هكا التأخير والملاعب ما يلعبش عوضت للنادي الإفريقي عليها دفعات مبلغ مالي تقريبا قيمته هو بالدولار لكن فهمتي ما أنت ما يعادل بالدينار التونسي تقريبا 600 ألف دينار أو فوق شوية المبلغ هذا في الظرفية هذيك وفي الوقت هذاك كانت فما عقل على كافة الحسابات متاع النادي المفتوحة لدى البنوك والأكثر من هذا أنه النادي الإفريقي ما كانش عندها كونتون دوفيز يعني وقت باش تدخل عملة مبالغ بالعملة الصعبة ما كانش حتى حساب من حسابات النادي الإفريقي ينجم يحتويه فكان لزوما وأنا نقول لك طوال هنا راهو تدخل سليم الرياحي يمكن الجريمة كان اللي نجم يرتكبها أنه ما تدخلش الأموال هذيك معناتها تمشي الأموال هذيك لمجرد كونه ما فماش حساب بالعملة الصعبة والحسابات الكل معقولة حتى كان دخلت معناتها رقينا صيغة أخرى فأنا فهمتني باش تمشي للدائنين فهمتني الأخرين والنادي ما هوش باش يتمتع بها دخلت الأموال هذيك كان قول لك إسلام أنا على معناتها الموضوع هذا في ذاكرتي لليوم دخلت الفلوس كما نقولوا نهار ثلاث نهار الاربعاء تجبد مبلغ ما قيمته 2 مليون دينار 2 مليار دوات معناتها مشات لخلاصات الملاعبيه ولخلاصات يعني الملاعبيه كي نقول في كافه الفروع وخلاصه الاداريين وخلاصه الاطار الفني الكل يعني المبلغ دخل بعد يوم تم سحبه مع مبلغ اخر كما نقولوا 600 ألف دينار ضاف لهم 1,400 مليون و400 دينار يعني 1,400,000,000 يعني ما جملته تقريبا 2 مليار دوات باش خلصوا الناس الكل معناتها وقتها يعني سليم الرياحي لهنا ملاحظ مبالغ في مكتوب ولا نجم نقولوا صلح غلطه بغلطه معناتها ما يحطش المبلغ كما هكا في حسابات القانون يمنع هكا ولا ما فماش هو غلطه راهو شوف احنا تو في القانون هذا فما تنظير بالشركات التجاريه ولكن راهو الجمعيات وهذا الخلل احنا في قانون الجمعيات والتوى معناتها في قانون الجمعيات الرياضية اللي هو منظر بالجمعيات بصفة عامة لأنها خاضعة لكل هالمرسوم 2005 وخاضعة للقانون هو مش مرسوم 2005 والمرسوم اللي تعمل في 2011 بقينا تحت ظل القانون الجمعيات والحال وأنه الجمعيات هذه تسير من طرف أشخاص وهم الوحيدين اللي يصرفوا عليها تو انت هيك شوف انت تو ما انت تو الجمعيات الاخرى الكل تلقى رؤساء النوادي هم اللي يصرفوا تراه حتى المعامله تو اذا كانها ادخال معناتها اموال في حسابات رئيس النادي جريمه حتى اخراج من حساب رئيس النادي جريمه ترى شوف الجمعيات الكل تلقى الشيكات تصرف ب معناتها شيكات نتاع رئيس النادي نتصور أستاذ ارتكستوا على هذا في الدفاع متاعكم على سليم الرياحي نتصور ارتكستوا على هذا معنى اللي كنت تقولي فيه في الدفاع حتى أكثر لا حتى أكثر لا فقط نكمل السؤال متاعي على إيش المحكمة ما خذتش بعين الاعتبار الكلام اللي تقولي فيه طبعا المحكمة ما تخذش المحكمة ما تنظر في حد شيء طالما الشخص غايب ومش حاضر لأنه الحكم الغيابي راهو ينحل نقول وإحنا بصفة قانونية وهذه توا الناس كل ولا تعرف بمجرد الاعتراض عليه الغيابي هو حكم بروفيزوار سي ان جوجمون بروفيزوار مادام الشخص ما جاش لا نقبل دفاع ولا نقبل اي وثيقه نصدر حكم غيابي في الاقصى زاده معناتها في الاقصى نتاعو ومن بعد كي يجي يعترض يتحل الحكم يقدم مؤيداته والمؤيدات موجوده راهي فهمتني هذه والاكثر من هذا راهو في المحاضر اللي موجوده خاطر حضرت جمعيه النادي الافريقي البحث
حضر المتصرف المالي نتاع النادي الافريقي واكد كونه في الفتره هذيك راهي الفلوس كانت مضطره اضطرارا لتدخل في حساب السيد سليم الرياحي، وهذا قالوه راهو المتصرفين الماليين في النادي الافريقي بما فيهم حتى الكاتب العام وقتها فهمتني احكاه، وقال راهو وقتها ما كانش بالامكان انه فلوس نجم تدخل الا بالطريقه هذيك، دخلت في حساب السيد رئيس النادي، ورئيس النادي ما استحوذش به لنفسها اللي خاصت نفسه، الفلوس هذه مشات للنادي الافريقي من غدوه معناتها. استاذ اسكندر الحجامي حبي يتفاعل معك. تفضل. مرحبا. شنو احوالك استاذ؟ يعيشك. مرحبا بك. يفضلك يا استاذ. بربي اون 2015 ولا 2016 انا نعرف انه سليم الرياحي كان بيان اونتوري من رجال القانون، والحل اللي حكيت عليه توا كانه حل ترقيعي وحل ماهوش قانوني، وهذا اللي تسبب له في اللحظه هذه. يا اخي ما كانش فما مراجعه انذاك، ولا ما كانش يتصوروا انه باش توصل الامور هكا. يعني انت توا حسب ما فسرت لنا استاذ انه غياب السند القانوني اللي نجم يبرر موقف نتاع سليم الرياحي، يعني بقات على امور نتاع نوايا، كان ناوي ينقذ الموقف، كان ناوي انه يسلك الامور وقتها وناتوندون شنو نجم يصير، هذا ما صارش. يعني الطريقه الحل كما قالك اسلام، صلحنا خطا بخطا او انقذنا موقف بخطا قانوني، والمشرع التونسي لا ينظر للنوايا بل ينظر للقوانين، وانت سيد العارفين كرجل قانون. علاش وقتها ما فماش شكون فيق سيد سليم الرياحي يقول له لا راهو هذا غير قانوني، راهو نجم يوصل بيك 2024 انك راهو تعاقبك المحكمه. سيدي خليني نفهمك في شيء. هاي يا سيدي انا ناكد لك اللي لليوم هو راهو شوف وقت ما فماش شاكي وما فماش متضرر، راهو ما فما حتى حد متضرر، فماش ضرر ما حصلش. يعني النادي الافريقي متضرر. نعم في القضية هذه النادي الافريقي متضرر. النادي الافريقي فلوس دخلت ومشات له لحسابه النادي الافريقي، يعني لو سيركوي هو ما تعداش، يعني توا وقفنا على هذه انه الفلوس يلزم تدخل لحساب النادي الافريقي وتخرج منه، هي دخلت لحساب رئيس النادي وخرجت منه مشات النادي الافريقي كما قلت لك للسبب اللي ذكرت. الانترميديار قانوني هذا ولا غير قانوني استاذ؟ يعني من المفروض يمشيوا للكونت النادي الافريقي مباشره من غير حتى وسط. وهذه اسمعها مني اذا كان باش تتبع وتركز مع النقطه هذه، رؤساء الانديه كلهم من صغيرهم لكبيرهم لليوم تحطهم الكل في الحبس بنفس الشكل، لان برا ثبت تلقى فما فلوس تدخل في حساب رئيس النادي في الانديه الكل، راه ما نستثني حتى حد من كبيرهم قلت لك لصغير. لليوم للساعه هذه وانا نكلم فيك ثبت في الانديه يا اخي ما لها كالعام، فهمتني؟ ما مشكاوش بهم استاذ. نعم مشكاوش بهم. الحالات اللي ذكرتهم موجودين ولكن ما فما حد شكا. في الحاله نتاع سليم الرياحي فما شكون شاكي، يعني هذا الاشكال. اريد كي نحكيو توا احنا الشكايه هي بيدها، راهي فيها يعلم ربي شنو هو تحتها وشنو هي الخفايا نتاعها وشكون يحرك فيها. النادي هاو باش ناكد لك حاجه انا سيدي، النادي الافريقي راهو بحضوره وتاكيده كونه الانديه معناتها الحسابات معقوله ما عندوش اللي يمشيش، والنادي لليوم وريد والله انديفيرون من صدور الحكم لزوز اسباب، لانه يعرف حكم غياب يساق على الاعتراض عليه ويقع تصحيح الوضعيه، ثم انه النادي راهو النادي كي تحط على النادي الافريقي، النادي الافريقي راهو نقولها لك انا اليوم توا ماهوش فرحان راهو بيصدر الحكم هذا، توا النادي الافريقي الحالي راهو ما نحكيلكش نتاع القبل ولا علاش مش فرحان؟ اما النادي الافريقي الحالي علاش استاذ مش فرحان؟ نعم مش سعيد مش فرحان. علاش؟ تقصد في رئيس النادي معناها انت توا فما النادي مو موش في رئيس النادي في رئيس النادي والهيئه الحاليه ماهمش سعداء ماهمش فرحانين، بدليل انه النادي هكا قلت لك فما ديفيرونس توتال ما هبطش حتى في الموقع الرسمي معناتها كونه النادي هاو فهمتني معناتها تحكم له مجموعه من الاهوال في العاده ما يهبطوش حاجه من راهي عن طريق شخص انا ما نحبش فهمتني محامي هو مش شخص وما نجاوبش عليه اصلا محامي هو مش شخص احمد التونسي تقصد؟ نعم محامي هو مش شخص معناه محامي معناه شوف شوف انا قلت شخص انت سميه محامي انا قلت شخص، هذا صدر عن شخص لانه المحامي ما تحدثش على صفحه الفيسبوك في الحديث.